وصلنا. طيب تعال ننزلك. لا مش حد يمسكني. هدي ايدك يا سيدي. انا شغلي. شغلي. انزل يا ابو رمز. لا مسننيش. والورد على الجنبين والورد والحسن.
الخيل شيطانك يا خالد، عارف لما كنتش زميلي وابن المهنة ومعايا في الكار اللي كنت خليت الشبشب دوت بورق ينزل يرن على الحيطه. انا ليه كده طبعا بقول لك بقى، اقول لك الغدر والورد وحسن وابراهيم وانت غير غلط الشبشب. ايه مش ايه مش ايه 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 علم بقى احلى محل كلاب في مصر. ايوه يعمل لك باب محصل بعد كده غريبه جدا. ايه ما تلاقيش ولا لقطه مش عارف ليه. هات بقى ايه بقى جواز ايه اللي بيقولها؟ جواز حمادة من قلة باطل. لا يا بطل، لا طب بطل دي ليه؟ طيب جربته جوز الاولانيين كرهوني فيه. لا 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 مش كل جواز، لا انا جوز مختلف تماما، انا جوز اقدر جوزة خصوصا لما اكون مختلفة زي كده اكرمتها كل حياتي. حمادة كتبتي صح؟ كتبتي بجد وخصوصا بقى العلم بتاع علامة الرضا. انت بقى قلة صح؟ قلة دي اهلي يعني اطلبك منهم كده. تقول لي لما ايه ده المسكين ده؟ اه طبعا هي دم ينسي كل مصر. يا سلام ونعم يا سلام كباب يا عم. كنت عايزني ضمن الاب السيده. ده بيوت في التراب. لا انا مش عارف كده. طيب يا حبيبتي انا عايزاك تفوتي الكراسي دي.
معلش، اصل الشهر العقاري اللي بيتاخد من وصلاني يا رحمة.